ماذا لو انتصرت القوى المركزية وهي الإمبراطورية الألمانية وإمبراطورية النمسا والمجر والدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى؟ وإجابة قصيرة، مسار التاريخ كان هيتغير بالكامل. تعالوا نعرف التفاصيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد حسني، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج وور باس، برنامج اختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. ومعادنا النهارده مع حلقه جديده من سلسله ماذا لو، وسؤال اتكرر كتير من متابعين القناه وهو ماذا لو انتصرت القوى المركزيه في الحرب العالميه الاولى. بس قبل ما نجاوب على السؤال لازم نعرف ليه اندلعت الحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى هي صراع ما بين دولتين ادى الى توارث القوى العظمى في حرب عالميه ترتب عليها انهيار القوى المركزيه. القصه بتبدا بخلاف مزمن وقديم بين امبراطوريه النمسا المجر وصربيا، والخلاف ده كان مستمر على مدار مئات السنين، الا ان ولي عهد النمسا فرانس فيرديناند واللي كان شخص حكيم جدا كان شايف ان الصراع عديم الفايده وفيه استنزاف عالي جدا للموارد مقابل مكاسب محدوده، وكانت كلمته الشهيره الموارد والتكلفه اللي هتستخدم لاحتلال قطعه ارض جديده والدفاع عنها من الافضل استخدامها في اعمار اراضي النمسا والمجر، والنتائج هتكون افضل بكتير. وفعلا في حاله تولي حكم النمسا كان اخيرا هيكون في سلام بين امبراطوريه النمسا والمجر وصربيا، ولكن القدر له ترتيبات اخرى لان في منظمة صربية متشددة بتغتال فرانس فيرديناند ولي عهد النمسا والمجر. وهنا هنمسك الورقة والقلم ونتخيل الموقف اللي فيه صربيا حاليا. منظمة صربية متشددة بتغتال ولي عهد النمسا وهو الشخص الوحيد العقلاني في النمسا والمجر، الشخص الوحيد اللي كان عايز يعمل سلام دايم مع صربيا. النتيجة بسيطة جدا وهي ان النمسا والمجر بتعلن الحرب على صربيا. ولكن ازاي القوى العظمى تورطت في الصراع ده؟ من النقطة دي في الحلقة انا هوقف استخدام كلمة امبراطورية وهستخدم اسم الدول بس علشان نسهل الموضوع. موضوع. روسيا وفرنسا بينهم اتفاقيه دفاع مشترك وبالتالي اعلان الحرب على دوله منهم معناه اعلان الحرب على الدوله الثانيه. صربيا حليفه روسيا والنمسا والمجر حليفه المانيا. المانيا والدوله العثمانيه حلفاء من زمان. تسلسل الاحداث كالاتي: النمسا والمجر بتعلن الحرب على صربيا، ومن هنا روسيا بتعلن الحرب ضد النمسا والمجر. الرد الالماني هو اعلان الحرب على روسيا وبالتبعيه اعلان الحرب على فرنسا بسبب التحالف المشترك بينهم. وكده كل القوى العظمى تورطت في الحرب ما عدا بريطانيا والدوله العثمانيه. بسبب الخلافات القديمة مع روسيا فالدولة العثمانية بتدخل الحرب العالمية الأولى في صف ألمانيا، والهدف هو التخلص من التهديد الروسي المستمر في منطقة البحر الأسود والقوقاز، المنطقة اللي فيها صراع قوي دايما بين تركيا وروسيا. هنا تتبقى بريطانيا واللي فضلت على الحياد أول أيام الحرب. بس إيه اللي يخلي بريطانيا تغير موقفها وتدخل في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل؟ والإجابة تكمن في المستعمرات البريطانية. أفضل ميزة في بريطانيا هي نفسها أسوأ نقط ضعفها، وهي المستعمرات البريطانية والإمبراطورية البريطانية مترامية الأطراف. الامبراطوريه البريطانيه كانت كبيره جدا لدرجه انه من الصعب الدفاع عنها. بريطانيا حسبت المعادله وقالت انها لو فضلت على الحياد فممكن روسيا وفرنسا يهاجموا مستعمراتها، وفي حاله هجوم فرنسي روسي مشترك على المستعمرات البريطانيه فبريطانيا مش هتقدر تدافع عن المستعمرات، وبالتالي تكلفه الحرب ضد المانيا هتكون اقل بكتير من فكره ان روسيا وفرنسا يهاجموا المستعمرات البريطانيه. طبعا ده كله مبني على نظريه ان الحرب هتخلص بسرعه وانها مش هتستمر على مدار 4 سنين، ومن اللحظه دي بريطانيا هتنضم الى فرنسا وروسيا. اطراف الصراع يكونوا موزعين كالاتي: القوى المركزيه واللي بتضم المانيا والنمسا والمجر والدوله العثمانيه، بالاضافه الى بلغاريا ولكن دورها كان محدود. بالنسبه للدوله العثمانيه فسميها زي ما تحب تسميها، عايز تسميها امبراطوريه او دوله او خلافه الموضوع يرجع لك، فمش عايز بقى نقاش في الكومنتات كتير في النقطه دي، سميها زي ما تسميها الموضوع يرجع لك. الطرف الثاني هو الحلفاء، بيضم روسيا وفرنسا وبريطانيا وامريكا بدايه من سنه 1918، وايطاليا في اوروبا ولكن برضو زي اليابان دورها كان محدود. ونرجع لسؤال الحلقه: ماذا لو انتصرت القوى المركزية في الحرب العالمية الأولى؟ السؤال صعب والسيناريوهات كتيرة، ولكن هختار أكتر سيناريو قريب للواقع. الهدف من الحرب العالمية الأولى كان مجرد فرض القوة وإثبات إن أنا الأقوى في أوروبا وإن أنا اللي هفرض كلمتي، وإنما فرض القوة وفرض الكلمة، ولكن كالمعتاد في كل الحروب العظمى بتبدأ بصراع ثانوي يتحول إلى حرب عظمى. مع تطور الصراع الموضوع تحول إلى محاولة تدمير الطرف الآخر عسكريًا وإجباره على القبول بشروط سلام قاسية. ولكن مع استدراج الحرب لمدة 4 سنين كاملة تعرضت كل القوى المتحاربة لأزمات اقتصادية جديدة خصوصا القوى المركزية، وبقت فعلا في دائرة الخطر والتفكك. في حالة انتصار القوى المركزية في الحرب العالمية الأولى أتوقع الآتي: أول هام هو تفكك الإمبراطورية الفرنسية، لأن ألمانيا هتحتل فرنسا زي ما عملت في الحرب العالمية الثانية، لأن فرنسا تفتقد إلى العمق الجغرافي، وده طبعا عكس الموقف مع روسيا لأن العمق الجغرافي الروسي كبير جدا، فمهما تعمل مع روسيا لا يمكن القضاء عليها. تقدر تضعفها، تقدر تفككها، ولكن لا يمكن أن تقضي عليها أو تحتلها بالكامل. مع استسلام فرنسا لألمانيا كل المستعمرات الفرنسية على مستوى العالم هتخضع للسيطرة الألمانية، وبكده الإمبراطورية الألمانية الناشئة هتسيطر على كل المستعمرات الفرنسية وتكون هي المنافس الرئيسي لبريطانيا في أوروبا. روسيا هتتفكك من ناحيتين ولكنها لن تنهار. ألمانيا هتسيطر
هيسيطر على منطقة أوروبا الشرقية في الغرب، والدولة العثمانية هتسيطر على منطقة البحر الأسود والقوقاز. ولكن نصر الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ممكن ما يقدرش يمنع تفككها وانهيارها، لأن الدولة العثمانية كانت أضعف القوى المركزية في الحرب العالمية الأولى. الدولة العثمانية بدأت في التراجع بداية من القرن ال17 واستمرت في التراجع على مدار 3 قرون. انهيار الدولة العثمانية في القرن ال20 كان احتمال وارد، ولكن الاحتمال زاد جدا مع الحرب العالمية الأولى. الدولة العثمانية كانت مليئة بالفساد الإداري واللي أثر بشكل كبير على الدول العربية، وكان أكبر خطأ هو دخول الحرب العالمية الأولى والجيش العثماني كان في أسوأ حالاته، خصوصا بعد الهزائم المتكررة في حرب البلقان وفي ليبيا أمام قوى أوروبية ناشئة، وده يدل على الحالة المزرية اللي وصلها الجيش العثماني. النمسا والمجر هتكون منتصرة، نعم، لأنها مع الطرف المنتصر، ولكنها ستكون تحت السيطرة الألمانية بسبب فرق القوة. ألمانيا هتكون هي الحاكم الأول والأوحد لأوروبا، وهتوسع مستعمراتها بعد السيطرة على المستعمرات الفرنسية، وده هيزيد من قوتها ومنافستها لبريطانيا. اليابان وإيطاليا مش هيتأثروا تأثير كبير لأن مشاركتهم كانت محدودة في الحرب العالمية الأولى. بالنسبة لأمريكا، واللي دخلت الحرب متأخرة في يوليو 1918، غالبا مش هتلحق تدخل الحرب، لأن الحرب هتكون خلصت بدري قبل محاولة أمريكا لدخولها. بالنسبة لأمريكا، هتستمر في سياسة العزلة السياسية وتتعامل مع أي دولة تسيطر على أوروبا بشكل دبلوماسي بعيد عن الصراعات، خصوصا أن الفترة دي أمريكا ما كانش ليها أي تحيز لأي طرف من الأطراف. دخول أمريكا الحرب كان سبب الأساس الغواصات الألمانية وإغراقها للسفن الأمريكية. ونيجي للجزء اللي يهمنا كلنا في الحلقة، وهو مصير المنطقة العربية في حالة نصر القوى المركزية في الحرب العالمية الأولى. مصر كانت مستقلة بنفسها عن الدولة العثمانية، ولكن كانت تحت السيطرة البريطانية من سنة 1888، وده سبب القروض اللي مصر تورطت فيها بسبب قناة السويس. مع انتصار الدولة المركزية ممكن مصر تغير اتجاهاتها على حسب الموقف، هل هتكمل مع بريطانيا او تنحاز لألمانيا؟ الفيصل في الموضوع هو قناة السويس. لو فرنسا تنزلت عن حقوقها في قناة السويس لألمانيا، فكده بريطانيا نفوذها هيقل، وبالتالي مصر هتنحاز لألمانيا، ولو ده ما حصلش فمصر هتفضل منحازة لبريطانيا. النقطة التانية والأكيدة هو لا قيام لدولة إسرائيل، لأن قيام دولة إسرائيل متوقف بشكل أساسي على وعد بيلفور واتفاقية سايكس بيكو، الاتفاقية اللي قسمت المناطق العربية الموجودة تحت السيطرة العثمانية. معظم الدول العربية كانت هتستقل، لأن زي ما قلت الدولة العثمانية كانت في آخر أيامها. وفي النهاية ومجملا هقول الآتي، وهو إن انتصار الدول المركزية في الحرب العالمية الأولى كان هيمنع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لأن مناطق السيطرة والنفوذ في العالم هيتم تقسيمها بشكل إلى حد ما عقلاني. التقسيم العقلاني هيمنع أي طرف من الأطراف إن هو يخاطر بالحرب مرة تانية. خلينا دايما نفتكر إن سبب اندلاع الحرب العالمية الثانية هو إذلال ألمانيا في معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى. ألمانيا دخلت الحرب العالمية الثانية بهدف واحد بس، وهو رد اعتبارها بعد معاهدة فرساي، وبالتالي في حالة نصر القوى المركزية في الحرب العالمية الأولى فده هيمنع اندلاع الحرب العالمية الثانية. وبكده أكون وصلت للنهاية وجاوبت على سؤال ماذا لو انتصرت القوى المركزية في الحرب العالمية الأولى. طبعا السيناريو اللي أنا عرضته في حلقة النهاردة هو سيناريو من وجهة نظري الخاصة، ويهمني أعرف رأيكم إيه السيناريوهات المحتملة للإجابة على السؤال ده. منتظر إجاباتكم في الكومنتات، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.